وعز الشرق أوله دمشق. من معرض دمشق الدولي في اليوم الأول، وهو اليوم الثاني طبعا بشكل فعلي، ولكن اليوم الأول لاستقبال الزائرين ولاستقبال العارضين ولفتح كل الأجنحة لأقسامها من أجل استقبال الزائرين. ونحن نتحدث اليوم عن الذكرى الثانية لافتتاح معرض دمشق الدولي بعد أن كان في العام الماضي بعد انقطاع دام لعدة سنوات. العام الماضي كان عاما مبشرا وكان عاما جيدا، وكان هناك شيء حقيقة يعني يبعث على كل الفخر وكل الزهو الذي تابعناه خلال العام الماضي، وكيف كان هناك تدافع جماهيري حقيقي بكل معنى وإقبال جماهيري كبير من أجل المجيء إلى معرض دمشق الدولي بعد أن كان قد توقف لسنوات بسبب الإرهاب الذي ضرب دمشق وريف دمشق وكثير من المناطق السورية. اليوم نحن في السنة الثانية للمعرض بعد توقفه، وبإمكاننا أن نتحدث عن اليوم الأول لكونه المفتوح، نتحدث عن شيء مبشر ونقول أن هناك شيء حقيقة يعني يمكن أن نتحدث نحن اليوم عن الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نقول أن هناك بالفعل خطوة جريئة وخطوة إيجابية وخطوة ممتازة تكرس هذا المعرض وتعيده إلى الأذهان وإلى الذاكرة كما كان سابقا عندما كان معرض دمشق الدولي عرسا جماهيريا حقيقيا وفرحة كبيرة لأبناء دمشق ولأبناء المحافظات السورية الذي كانوا يأتون إلى دمشق من أجل الاحتفال بهذه المناسبة المتميزة كل عام، رغم كثرة المعارض ورغم كثرة المدن التي تعرض ومناسبات كثيرة في كل الدول العربية، ولكن لمعرض دمشق الدولي خصوصية، لمعرض دمشق الدولي تاريخ، لمعرض دمشق الدولي شيء جميل جدا في أذهان السوريين. ونحن نتحدث عن مفصل هام، نتحدث عن تحرير بعد تحرير دمشق وريف دمشق من الإرهاب بشكل كامل. الظروف هذا العام ليست كما كانت في العام السابق، اليوم الأمور أكثر إيجابية وحديث جدي اليوم في المعرض على مستوى واسع من أجل إعادة انطلاق العجلة الاقتصادية والصناعية في سوريا نحو إعادة التصدير ونحو البنية الإنشائية وتعزيز البنية الإنشائية وإعادة الإعمار، وهو العنوان الأبرز اليوم الذي يطرحه المجتمع السوري بشكل عام. بالحديث عن هذا الموضوع وموضوع إعادة الإعمار هو الشغل الشاغل اليوم لكل الأقسام، يعني أي شخص اليوم يتحدث عن معرض دمشق الدولي بالتأكيد سيتحدث من باب إعادة الإعمار، وهي النقطة الأساسية اليوم التي هي الاستحقاق المهم جدا أمام السوريين في الفترة المقبلة. أتحدث مع ضيفي هنا من أرض معرض دمشق الدولي، الأستاذ كمي هلال المستثمر في قطاع الاتصالات. أهلا ومرحبا فيك أستاذ كمي. أهلا وسهلا. المهندس ثروت كرباج الخبير في قطاع الإنشاءات. أهلا ومرحبا فيك أستاذ ثروت. أبدأ من أستاذ كمي، طبعا الحديث عن قطاع الاتصالات ومشاركة هذا القطاع في معرض دمشق الدولي، حضرتك كنت ضيفنا في العام الماضي في هذا المعرض، وكنا حينها نتحدث عن شيء أنه نحن مقبلون على الشيء، يعني هذا الشيء ما زال يعني كان في ذلك الوقت أنه شيء لساته يعني ما كتير واضح المعالم. اليوم بين تجربتين، بين واقعين، بين ذكرى العام الماضي معرض دمشق الدولي في العام الماضي بعد توقفه، واليوم نحن نتحدث في السنة الثانية بعد التوقف، شو اللي صار خلال هذا العام بالنسبة لك؟ لنبدأ بالحديث عن الفروقات أو الاختلاف الذي حصل بمعرض دمشق الدولي ما بين العام الماضي والعام الحالي. العام الحالي نشاهد مشاركة أكبر بكثير من الشركات من الدول الصديقة ومن الدول أخرى، مشاركة أكبر بكثير، عدد شركات وتقنيات جديدة في كل المجالات، اهتمام دولي واهتمام من دول الجوار بموضوع إعادة إعمار سوريا، بدأ وجود مؤشرات اقتصادية واضحة لتعافي الاقتصاد السوري وخروجه من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة الإعمار. بقطاع الاتصالات طبعا في مجموعة كبيرة من الخدمات والمشاريع اللي تنفذت خلال هذا العام. كنا بالعام الماضي عم نحكي عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات، منها من خدمة التلفزيون الرقمي أو الـ IPTV، هلأ صارت موجودة ومتاحة للمواطنين السوريين الاستفادة منها. في مجموعة كبيرة من الخدمات اللي بعدها عم تتحضر، في مدن رجعت مثل مدينة درعا ومدن أخرى. كمان الجهات المسؤولة إن كان بالقطاع العام وإن كان بالقطاع الخاص عم بتقوم بإعادة تحضير أو تجهيز البنية التحتية لهي المدن وإعادة الخدمات بشكل المناسب لإلها، والحمد لله عم نقدر
كقطاع خاص نكون في إلنا جزء من هذا، عم نقوم بواجبنا وعم نغطي جزء من هذا الواجب خلينا نقول، وبنفس الوقت عم نحاول ندخل التقنيات الحديثة والتقنيات المتطورة اللي راح تواكب بداية إعادة الإعمار بسوريا وراح تواكب مسيرة التطوير اللي لازم ترجع تظهر فيها سوريا وتتعمر فيها سوريا بعد سنوات الظلم والحرب اللي مرقت علينا. نعم، بالحقيقة في كثير نقاط يعني بتصلح انه نركز عليها هلا بحديثنا ونرجع نستذكر شو كان الشيء العام الماضي وبين هذا العام. استاذ ثروت، القطاع الانشائي اليوم هو يعني ما بنقدر نحكي نحن عن إعادة إعمار من دون الحديث اليوم عن الوسائل التي يمكن انه نرجع نعمر فيها. في شركات انشائية داخل كبيرة، في توجه كبير من المستثمرين السوريين نحو هذا الموضوع. نعرف نحن بالفترة المقبلة راح يكون الطلب كبير جدا على موضوع البناء وموضوع يعني إعادة الإعمار بشكل عام. فالقطاع الإنشائي هو من القطاعات الحيوية والمهمة جدا. نحن إذا تحدثنا يعني هلأ أنه كيف نحن عم نوصف الواقع، يعني يمكن هلأ في كثير من المستثمرين هلأ عم بمرحلة التأسيس أو مرحلة البناء، يعني لسه ما بلش العمل بشكل حقيقي، تجهيز يعني عم نجهز، ما هيك؟ مشاركتكم الأولى السنة. هلأ بنقدر نقول أنه رجعت لسوريا أفراحة، رجعت المعرض ملتقى الشركات الاستثمار وشركات الإعمار بسوريا، تماهي مع انتصارات جيشنا اللي وصلت للعالم كلياته، كمان إعمار سوريا وشركات الإعمار بسوريا إنجازات رح توصل للعالم. وبسبب هذا كانت من الشركة المتقدمة من الشركات الرائدة اللي على مستوى سوريا والوطن العربي، استخدام يعني ماكينات كندية الصنع لأحدث المصانع من ناحية الهليكور أو ما يسمى الأسقف المجوفة مسبقة الصب والإجهاد. نعم، هاي يعني نهضة عمرانية كبيرة توفر علينا بالمجازات الكبيرة. نعم، هلا قبل ما أحكي بخصوصية هذا النوع من البناء، هلا اليوم عم اسمع أنا بالقطاع الإنشائي بالتحديد أنه كثير من الشركات عم تأسس، بمعنى أنه لسه ما بدأت العمل بشكل حقيقي، مع أنه هلا في محافظات آمنة فيها حركة إعمار كويسة، في مناطق حررت حديثا فيها حركة إعمار أو بدأت فيها حركة إعمار، بس يعني على نطاق واسع النهضة العمرانية بسوريا لسه ما بديت، وبالتالي في كثير ناس عم يقولوا أنه لساتنا اليوم عم نجهز لسه ما بدأنا بشكل أستاذ نزار، في شركات وطنية ما غادرت وكانت مستمرة بالعمل ومستمرة بالإنتاج وما وقفت الإنتاج ورغم كل هالظروف ورغم الحرب المأساوية اللي كانت على سوريا، في شركات كلها ظلت مستمرة، ومنها شركتها ظلت مستمرة بالإنتاج وظلت مستمرة بالعطاء. مستثمرنا ما غادروا البلد، بالعكس راهنوا على سوريا وكسبوا الرهان، ظلوا بسوريا، ومنهم شركتنا اللي هي رانيا جروب. المستثمرين اللي عندنا ممثل الأستاذ رائد قدمت كثير للشركة، عطت ضخ أموال مخيفة بشكل أنه ما نوقف عجلة الإعمار وما نوقف عجلة الشركة. طيب تداخل على نفس الموضوع، طبعا الشركات مثل ما عم تقول حضرتك هي مجبرة حاليا لتكون بمرحلة تحضير، لأنه إعادة البناء أو إعادة الإعمار لا يبدأ بشكل فوري عند انتهاء الأعمال العسكرية، ما ممكن البدء فيه بعد إنجاز جزء من البنى التحتية، لهذا الجهات الرسمية والجهات الحكومية هي اللي عم بتقوم فيه. يجب وضع مخططات، انتهاء مخططات جديدة، دراسات كافية، إعداد البنية التحتية لبدء بانطلاق بإعادة الإعمار بالشكل الكبير والشكل الواضح. وإعادة الإعمار عادة بده شركات ضخمة، وهذا بيحتاج لتجمع شركات سورية، ففي كتير شركات ومستثمرين سوريين وعرب عم بيحضروا حالهم وعم يعملوا خلينا نقول البنية الأساسية بشركاتهم تيكونوا جاهزين تيخدموا مرحلة إعادة الإعمار. نعم، بتشارك بمشاركات معينة بعد انتهاء أو تحضير القوانين الناظمة لذلك والانتهاء من المخططات التنظيمية الجديدة، بالإضافة لانتهاء من أعمال البنية التحتية بهي الأماكن اللي تحررت. نعم، فإن شاء الله هذا يمكن الموضوع بينحكى عنه أكثر بكثير بالدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، وقتها بتكون هذه الشركات بديت بالسوق السورية وبديت بمرحلة فعلية بإعادة الإعمار، نكون خلصنا التحضير وبدينا بالتنفيذ. نعم، هلا نقطة مهمة تفضلت فيها أستاذكم، اللي هي موضوع دائما نحن عندنا فكرة إنه الواحد بده يعمل مشروع لوحده. ممكن يكون هذا الشيء على شكل ورشة أو على شكل مثلا شركة متوسطة، بس لسه ما أنا متبلورة عندنا فكرة إنه تجمع
رجال أعمال، مجموعة رجال أعمال بالتعاون سواء بين بعضهم أو مع شركات خارجية لإنشاء شركات كبرى. يعني يكون نتحدث عن شركات ضخمة، مو يكون يعني شركات محلية أو شركات صغيرة أو على شكل ورش. أحياناً تكون على شكل ورش. هلا شو بيمنع؟ هلا هي طريقة تفكير. سابقاً القوانين والأنظمة بسوريا وقوانين الشركات ما كانت جاهزة لذلك. للأسف بالوقت اللي صارت جاهزة فيه بدأت الحرب وبدأت المشاكل بسوريا. هلا القوانين الموجودة بتساعد بالعكس بتعطي ميزات أكبر للشركات من المقاس الكبير ومن الشركات الميجا اللي هي ما ممكن يكون أشخاص. هي شركات بدها تكون تجمع شركات لجهات من قطاعين الخاص والعام أو من تجمع رجال أعمال بالتشاركية مع شركات ضخمة من دول من داخل سوريا أو من دول أجنبية. ضروري قصة إعادة الإعمار مشروع كتير كبير ومشروع كتير ضخم. سوريا بحاجة لعدة شركات ولعدة تجمعات لتقدر تمول وتقدر تعطي الخبرات الكافية والنهاو الكافي لتنفيذ هذا العمل. فبظن بديت مجموعة من الشركات القابضة اللي تأسست بسوريا، منها شركة الشام القابضة اللي هي عم بتدير مشروع تنظيم 66 كمان. ولحد هلأ أنا معلوماتي أنه هي قامت بعدة شراكات مع شركات وطنية ومع شركات عربية لبدء إطلاق مشروع ضخم مثل هذا المشروع. فلا لا 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 مفر من وجود شركات ضخمة تحوي عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية من الدول الصديقة لتقوم بهي المهمة الكتير كبيرة. نعم نعم. أستاذ كمان أستاذ ثروت، بالحديث عن المشاركة بالمعرض، نحن دائما بنقول أنه عم نشوف نحن نوع المشاركة بالمعرض هي تحقق هدفين رئيسيين. الأول هو أن تعرض الشركات إنتاجها وتعرض شو ما لديها للجمهور حتى ممكن يعني تكون في صفقات أو يكون في اتفاقات أو يعني شراكات مع بعض العارضين أو مع بعض المستثمرين. ومنها أيضا يعني الهدف الثاني هو الاطلاع على الأجنحة الأجنبية أو نشوف نحن شو في تجارب معروضة، مثلا شو في شركات كبرى أجنبية اليوم مشاركة، شو الشيء اللي عم تقدمه للوضع بسوريا ومنه إعادة الإعمار. فأنتم مشاركتكم اليوم بالمعرض كيف؟ مثل ما تفضل أستاذ كومي، أن المعرض هو فرصة لتعارف الشركات المحلية أولا، تعارف الشركات المحلية والربط بيناتنا، والتعارف هذا بيسوي لنا كتلة نواة ننطلق منها للإعمار. لأنه يعني العمل بشكل فردي ما راح تسوي، لا راح تسوي أعمار ولا راح تنشئ أعمار على مستوى العالم. هلا العيون كلها متجهة باتجاه سوريا، إنه سوريا بعد الحرب كيف بدها تكون؟ فهذا الرهان الأكبر. فالأمر بحاجة لتكاتف كل الشركات، الشركات الداخلية والمحلية بالإضافة لشركات خارجية. هلا نحن بوجودنا بالمعرض هون في صار عندنا مجال نتعرف على الشركات، منتجات الشركات. يعني شركة بناء بحاجة لشركة اتصالات، بحاجة لشركة بنى تحتية، بحاجة. فكلها هاي بصير حلقة مكملة لبعضها. بالنسبة للشركات الأجنبية هذا فرصة لنا كمان، أنه المعرض حول العالم كله لقرية صغيرة وجاء بعد دمشق. نعم. كل الشركات صارت موجودة عندك، ما عاد في تزاعي تطلع للعالم وشوف، العالم كله موجود عندك هون، 48 دولة مشتركة بالمعرض. فهذا إنجاز بحد ذاته. هلا لمجرد أنك أنت تطلع على معدات والمعدات متطورة للشركات الأجنبية اللي خادمة، هذا الشيء بخلينا نستفاد منها، نستفاد إذا فينا إمكانية الاستفادة منها والتعامل معهم، كمان هذا الشيء بيفتح مجالات أوسع للعالم بالنسبة لأعمار سوريا. نعم. فهي عبارة المعرض أنه بالنهاية هو خطوة أو اللبنة الأولى من ناحية الإعمار، تجميع الشركات المحلية. أول سنة عم تشاركوا بالمعرض؟ هاي السنة الأولى لنا بالمعرض. نحن يعني صدقا أنه كانت يعني مشاركة كتير فعالة، إقبال كتير، رغم أنه هذا اليوم الأول فعليا الأول، اليوم الأول للزوار. نعم. بس للشركات، بس مشاركة كتير كانت فعالة. منعرض منتجاتك، العالم تعرف شو منتجاتك. بس نحن بالنسبة لنا هو عبارة عن مصنع هلوكور أسقف مجوفة مسبقة إجهاد. على مستوى سوريا هون العالم أو الشركات قليلة جدا ما اللي بتعامل فيها، لأنه حتى تقدر تقول نادرة. نعم. بس هي على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي بتقدر تقول الشركات الرائدة. نعم. فهي فرصة، المعرض إجانا فرصة أنه الشركات المحلية تعرف أنه صار عندنا نحن منتجات اللي تستخدمها دول العالم بالخارج صارت موجودة عندنا بسوريا هون، وصار فينا نستخدم الإعمار. وهلا بسوريا بحاجة لكل
كل شيء بنهضة الإعمار والعمارة. نعم نعم أستاذ كمي، هاي النقطة اللي بنحب نركز عليها، لأنه المشاركة بالمعرض، طبيعة المشاركة بالمعرض معرض دمشق الدولي، أنه نحن كشركات أنه عم نعرض شو عنا للزباين السوريين، لجمهورنا بسوريا. التعاون مع الشركات الأجنبية أو الاطلاع على أقسام باقي الدول، هل بالفعل يتحقق من خلال المعرض ولا لا؟ أنه ممكن التراسل أحياناً عبر الإنترنت، وتراسل أو تواصل مباشر ما بين الشركات السورية والشركات الأجنبية هو الأنجع. بمعنى، هل يحقق المعرض بالفعل تواصل حقيقي بين الشركات السورية والشركات الأجنبية؟ كواقع تمام أكيد المعرض هو فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وللتعرف على التقنيات الجديدة بكل القطاعات. طبعا بيكون في الفائدة الحقيقية أو المرجوة منا كعارضين هي إظهار الخدمات اللي احنا بنقدمها للزائرين، ولكن بنفس الوقت الاطلاع على المعروضات من شركات أخرى، وممكن فتح أطر تعاون ما بين هاي الشركات ووكالات وتعاقد وعقود خاصة أو عامة خارج أو داخل أو خارج سوريا، هو مفيد كتير وهو ضروري، وهو أحد فوائد المشاركات بالمعارض، وخاصة بالمعارض المتخصصة. مو ضروري بمعرض دمشق الدولي، هو أكبر بكتير من معرض متخصص، هو شيء بيشبه معرض مع كرنفال شعبي كتير، بيفتح لك المجال، بيفسح لك المجال تشرح عن منتجاتك لأكبر عدد ممكن من العالم ولكافة شرائح المجتمع. ولكن إذا عم نحكي عن المعارض بشكل عام، طبعا دائما المعارض المتخصصة هي عم تتيح للعارض فرصة شرح منتجاته للعموم وإنشاء شراكات أو اتفاقيات ما بين العارضين وما بين الشركات، والاطلاع الدائم على كافة التقنيات الحديثة بهذا القطاع. فنحن دائما منزور المعارض اللي بتصير خارج سوريا للاطلاع عن التقنيات اللي عم تعرضها الشركات الأخرى والشركات الأجنبية، لنشوف إذا هذه ممكن نستفيد منها بسوريا أو بإعادة الإعمار، أو إذا عندنا نحن منتجات أو خبرات نقدر نطلعها خارج حدود الوطن ونصدرها للخارج. فأكيد المعرض هو أحد المنصات المفيدة والمريحة والمرات الناجح، خلينا نقول بهذا. نعم. طيب رأيك، نحن اليوم وصلنا لمرحلة أنه نقدر بالفعل أنه نصدر خبرات أو نصدر مهارات أو نصدر حتى تقنيات، ولا نحن بالمجال الاتصالات تحدثنا بالتحديد مجال الاتصالات، نحن فقط متلقين، نحن بس بدنا نشوف الناس شو عندهم لحتى نجي نطبع عنا؟ راح أرجع لك بهالنقطة. بمجال الاتصالات أكيد نحن بعدنا متلقين، لدينا الكثير من الخبرات من الشباب المعلم، الشباب المثقف، الشباب الدارس اللي عنده الخبرات الكافية واللي عم يروح ينجح بدول غربية وبأوروبا وبألمانيا وبكل دول العالم. ولكن بمجال الصناعة أو بمجال الاختراع أو بمجال تقديم هاي الخدمات، طبعا نحن دول متلقية، والصناعات بهذا القطاع هي محتكرة من بعض الدول العالمية، ونحن نقول الصين، أوروبا هي الدول خلينا نقول المنتجة لهاي الصناعة. فبسوريا بكفي يصير في خبرات، بكفي نقدر نستثمر هذه التقنيات، يعني نحاول استخدامها بما بكافة القطاعات وتطوير باقي القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بسوريا للاستفادة من ما توصل إليه العلم بهذه التقنيات. يعني هذا دورنا، ولكن بتصديرها أو لا، نحن أكيد بعدنا بعاد كثير. لا، ما بقصد تصدير تقنية، ممكن تصدير مثلا تجربة أو تصدير استخدام معين يمكن يتعلق بالخصوصية السورية بهالمرحلة. أكيد ببعض المجالات البسيطة أكيد في هيك شيء، ولكن بالخبرات صدقني في مهندسين سوريين بكل بدول الجوار وبأوروبا مبدعين جدا بهذا المجال. خلنا نقول عندنا خبرات كبيرة، عندنا مواطنين لديهم الخبرات الكافية وعندهم العلم الكافي، ولكن بحاجة لاستثمار أكثر بهذا القطاع، بحاجة لتراكم خبرات أكثر بهذا القطاع. إن شاء الله بالمستقبل نشهد هيك شيء اختراع أو شيء قصة أو شيء منتج سوري نقدر نوصله على الأقل لدول الجوار. يعني خلينا نقول دول الجوار. نعم. اللي واقع بيشبه واقعنا مثل العراق أو الأردن أو لبنان. نعم. بالنسبة لسوريا، هي سوريا ولادة، سوريا ولادة، والخبرات ما بينقصها شيء من الخبرات، ما بينقصها أي شيء من العلم والمعرفة. أنا بعد اقتراب 17 سنة بالخليج وأوروبا، أكد لك أنه كبرى الشركات بالخليج، كبرى الشركات بالخليج بالدول الأوروبية، المدراء والخبرات والقيمين على الأعمال العظيمة هن سوريين.
السوريين منتشرين بكل انحاء العالم. نعم بس لسه بس هن بدهم عذره منك استاذ. هن كل ما هنالك انه بدهم ارض خصبه، ارض خصبه ليرجعوا عليها، ليرجعوا عليها، بدهم ارض خصبه ليرجعوا يعمروا فيها. اللي قادر يعمر بدبي وقادر يعمر بالخليج وقادر يعمر باوروبا هذا سوريا اولى فيه. نعم كل ما هنالك هو بده ارض خصبه يرجع. وهلا ان شاء الله بعد حركه اعاده الاعمار هاي وبس ترجع سوريا تفتح وترجع بلد السلام والامان مثل ما كانت واحلى، تلاقي كل اهلها وكل اولادها رجعوا لها وعمروا فيها. وسوريا ما بتنقص من الخبرات، طول عمرها تصدر خبرات، طول عمرها تصدر خبرات. نعم هلا حتى موضوع الايدي الماهره السوريه، هلا اليوم الدوله عم تدعو على نطاق واسع، عم تدعو السوريين للعوده. طبعا هو اكيد لازم الدعوه تترافق مع كثير من الـ من الـ من القوانين، تترافق مع كثير من الاجراءات اللي بدها تخفيف شوي لحتى نرجع الناس او على الاقل نشجعهم. يعني اليوم صار في يعني تشجيع بقطاع انه الحمد لله المناطق خلصت بشكل عام، غالبيه مناطق سوريه خلصت من الارهاب، هذا بحد ذاته تشجيع. لسه شوي بس تبدا الحركه في كثير ناس راح ترجع، مثل ما عم نحكي نحن يعني او يعني ابناء البلد هن اولى ببنائها، وهذا الشيء نحن اللي عم نتوقعه. وبالتحديد بالقطاع الانشائي، يعني نحن نعرف انه يعني دول الجوار كانت سوريا تصدر الخبره بهالمجال بالتحديد بالقطاع الانشائي لدول الجوار كلها. بالضبط هذا حضرتك تفضلت فيه، عم لك هو يعني الامر بحاجه لارض خصبه ولا تعديل بسيط بالقوانين، انه الانسان اللي يرجع لهون بده يرجع يشتغل لهون، كان بده يرجع انه انا بدي اشتغل اني اقدر كفي معيشتي. نعم في اشياء بدها تترافق مع اوكي الدعوه لسوريا امنه وسوريا حلوه ورجعوا لها اوكي هذا شيء رائع، بس هذا لحاله ما بيكفي. حاجه لشركات، رجال المستثمرين ورجال الاعمال يرجعوا يفتحوا شركات، يستخدموا كل العماله والخبرات الموجوده بالخارج، حتى على مستوى العماله، حتى على مستوى العماله البسيطه، حتى على مستوى العماله البسيطه. العامل السوري عامل جبار، ما هو عامل سهل. نعم. ما هو عامل انه متلكئ، يعني احنا عاشرت انا بالدول الخليج، الاستاذ كمي بيعرف كمان انه في العمال الهنديه وفي الاسيويه وفي عامل بليد، عامل بليد، هذا الشيء مش موجود عند العامل السوري. العامل السوري عامل نشيط، عامل نشيط وعامل مندفع محب للعمل. بس كل ما هذا احنا اللي بدنا اياه انه بالاضافه للامان ولا انه بدنا المستثمرين يفتحوا شركات. لمجرد ان تفتح شركات كبيره فتحت اعطيت مجال للعالم، اعطيت بالرواتب، اعطيت مجال للعالم ان المعيشه. بالنهايه اي انسان بده يرجع لسوريا اكيد كلنا بنحب سوريا وبنحب نرجع لسوريا. وحتى العامل انا بحكي لك على كل المهندسين اللي موجودين برا بالخليج وبرا بيتمنوا يرجعوا لسوريا باي لحظه، بس بيقول لك انا كان بدي ارجع لسوريا اني اقدر اعيش بسوريا. نعم فهذا الشيء يعني مسؤوليته بتقع على حال على المستثمرين ذاتهم واصحاب الشركات، ونحن بدنا نعطيهم الفرصه. وعلى الجهات الحكوميه، وعلى الجهات الحكوميه المساعده وعطاء الاسباب الكافيه، وعطاء الاسباب الكافيه للمواطنين السوريين اللي موجودين بالخارج ليعودوا على الوطن براحه وبسهوله وباجراءات مريحه، واعطائهم الفرص الكافيه والدخول المناسب، الدخل المادي المناسب تيقدر يرجعوا يعيشوا بوطنهم ويعيشوا بكرامه بوطنهم. هلا موضوع الدخل المناسب هو يرتبط بجمله الاجراءات، يعني بكل شيء يرتبط بالسلسله كامله 100%. هلا موضوع التشريعات والقوانين هو من النقاط الاساسيه اللي بنحكي عنها نحن بموضوع تاسيس الشركات حتى يكون في عندنا شركات سوريه. ما زالت الشركات، غالبيه الشركات في سوريا تاخذ الطابع العائلي تبع عائله تبع اسره، ما عم تاخذ طابع شركه بمعنى الشركه الحقيقيه انه الى قوانين والى انظمه والى عم تخضع مثلا للقانون العام النظم للشركات بكل دول العالم. لا استاذ مزارع عذرا منك استاذ دبي، هون عذرا منك لانه هلا انت عم تشمل شركات يعني لا استاذ مزارع اذا سمحت، استاذ مزارع عم بيقول انه الشركات الطابع العام للشركات بسوريا حتى الان هي شركات عائليه، وهذا طبعا 100% موجود. اي بس في عندنا شركات اختصاصيه. طبعا في عندنا اكيد في. اسمح لي بس خليني اسمع وجهه نظرك. في عندنا شركات اختصاصيه وبروفيشنال بالتعامل على اسس عالميه. من شو نسبتها؟ وينها؟ نسبتها ممكن تقول انا ممكن اقول بس انا احد الاشخاص الموظف بشركه على مستوى عالمي بالتخطيط انه حقوق مضمونة، توطين، تأمينات، كويس رواتب عالية. نحن هذا كله هذا الشيء بنتمناه حقيقة. كلمة شركات عائلية غير المقصود فيها، قصده مو مؤسسات، مو شركات، يعني شركات أشخاص وعائلات. شركتك أستاذ كوباي. تمام.
هلا خلينا استاذ، انا بدينا بالحديث ورجعنا وقفنا. القوانين والأنظمة بسوريا سابقا ما كان في شيء اسمه شركات محدودة المسؤولية، ما كان في شركات مساهمة سابقا. لما بديت بال 2010 تقريبا او 2010 2011 2012 طلع مجموعة هائلة كبيرة من القوانين لتنظيم الشركات الكبيرة والشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة، ولكن هي القصة ليست بحاجة فقط خلينا نقول لتشريعات، هي بحاجة لطريقة تفكير لتطوير المواطن السوري بطريقة تفكيره. الفرق بين الشركات العائلية وشركات الشركات القائمة على أسس، يعني حوكمة الشركات بسموه بالمعنى الإداري، 100% هي طريقة تفكير المستثمر أو راحة المستثمر بأنه القوانين والأنظمة بتحميه، هذا المناخ آمن للاستثمار، بيحميه مع شركائه وبيحميه أمام الآخر. هذه القوانين صارت جاهزة، ولكن بدها شغل أكثر على طريقة تفكير المستثمر أو على يشوف الفروقات ما بين أو المكتسبات اللي بتكون موجودة بالشركات الضخمة وبالشركات الاستثمارية الكبيرة. طبعا في كثير يعني عدد هائل من المكتسبات بالشركات الغير عائلية خلينا نسميها، بدها شرح أكثر للمستثمر تيقدر يعرف الفرق بيناتهم ويقدر يستخدمهم. نعم أستاذ ثروت، بالقطاع الإنشائي الناس طبعا دائما يعني المواطن السوري يلجأ لغالبا طبعا عم نحكي نحن خصوصا بموضوع المنازل وموضوع المزارع وموضوع بقصد البناء، ليس البناء القائم مثلا على تجمعات سكنية كبرى، بيلجأ للشيء التقليدي. تقول له مثلا اليوم في عنا تقنية جديدة، بيقول لك لا يا أخي لا، خليني أروح جيب جبالة الجبالات القديمة والعامل نجار الباطون التقليدي، إنه بيتوقع أولا إنه هيك بيرتاح، ويتوقع ثانيا إنه هي أرخص كتكلفة. فمن الصعب حقيقة إنه تسويق أنماط إنشائية جديدة اليوم للمواطن السوري على المستوى الشعبي، بتوقع أمر يعني أتوقع إنه أمر صعب. الإنسان بالنهاية عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، والشيء الغريب دائما يكون الانسان بيتحايد انه لا خليني بالاشياء اللي بعرفها، الاشياء اللي بعرفها الاشياء التقليديه اللي عم نحكي عنها. بس هي فعليا هلا الحداثه بالعماره، الحداثه بالانشاء، هي كلها وجدت للتوفير على بالتوفير بالتكلفه والتوفير بالوقت والمتانه والاستمراريه الافضل. هلا معرض دمشق الدولي هي احدى الميزات الايجابيه، من اهم الميزات الايجابيه له انه انت هون فتحك على الناس. يعني مثل ما تفضل استاذ كومي، انه هلا بدوريك كل الشركات اللي متواجده هون، متواجده عادي عامه الشعب، ممكن شخص بيجي لعندك على الجناح بيسالك سؤال مجرد الاطلاع، ما بيعني شيء من كبر راح يعمر، بس الاطلاع، بس هالسؤال ورا سؤال راح العالم يصير عنده فكره. وهذا الشيء اللي حققه واللي قلنا انه احنا استفدناه من المعرض، انه العالم تصير تعرف الاشياء اللي قلنا انه العالم معرض دمشق الدولي حول العالم لقريه وجابها على دمشق. فاولى او اهم شيء انه كمان خلى اهل دمشق واهل سوريا يتعرفوا على شركاتهم. هلا الانسان المواطن عادي بيقول لك بالنهايه انه لا التقليدي اوفر لي، بس فعليا الحداثه بالعماره والتجديد هو الاوفر، هو اللي بيعطي المتانه، هو اللي اذا يعني بتنحسب بالشكل الصحيح او بيتناقش فيها بشكل مطول تلاقي انه هي اوفر، ان كان مسبق الصب والاجهاد او مسبق الصنع هذا فعليا اوفر، او البيتون بالمجابل البيتونيه اوفر هو فعليا من البيتون العادي، لانه بالنهايه بتلاقي بتطلع النتائج بتلاقيها مساوئ الصب البيتون العادي بتظهر بعدين. نعم. هلا اروح اقول للناس انه والله مثلا عندي انا تجمع او بدي اعمل مثلا ابنيه مسبق الصنع، يعني بتوقع انه الرصيد الشعبي لفكره مسبق الصنع في سوريا ما كثير مشجعه، بناء على طبعا على عم يحكوني على نماذج من البناء موجوده في سوريا من السبعينات يمكن او من الثمانينات، اذا بنحكي على بعض التجمعات السكنيه مسبق الصنع الموجوده في دمشق ومحيط دمشق. هاي المباني السكنيه القديمه مسبق الصنع، هذا مسبق الصنع بشكل تقليدي. هلا انت عم تحكي هذا الحكي من 20 سنه، هلا بعد 20 سنه تطورت، صار مسبق الصنع شيء اوفر بكثير وشيء امتد بكثير، وكبر المشاريع بالعالم، كبر المشاريع بالعالم منهم برج دبي طلع على مسبق الصنع والهليكوبتر. فالعالم اكيد احنا هلا مثل فضلت حضرتك وحكيت بالبدايه انه
هي عبارة عن سلسلة. أنا ما فيني أتوجه للمواطن العادي أقول له تعال أعمل لك تجمع سكني. نعم. بالنهاية هي سلسلة بدك تكون الشركات المستثمرة. هي عبارة عن مجموعة شركات مستثمرة. وبتعرف شو يعني هاي التقنية وبتعرف شو يعني مثلاً المميزات التقنية بتعرف. إيه بالضبط. بتكون أنا عم أنت يوم بتصير عم تناقش مع مهندسين بما يخص مسبق الصنع والإجهاد فبكون على اطلاع عارفان شو. ما فيك تتوجه لعامة شعب. عامة شعب بالنهاية بتقدر توصل له إنه التكلفة كذا. نعم. هلا أنا بضمن إنه التكلفة أقل بس فنيات ودقائق الأمور والتقنيات اللي موجودة ما راح أقدر أناقشه بالموضوع لأنه هو ما بيعني هالموضوع. بيعني مثل ما تفضل حضرتك التكلفة الأقل. نعم نعم. أستاذكم مي النقطة يمكن تحدثنا عنها في العام الماضي ولكن تجدر إشارة إلى بشكل دائم. قطاع الاتصالات بالتحديد من المعروف أنه بسوريا قطاع الاتصالات يعني بشكل عام يعني تسيطر عليه الدولة. هو تحت تصرف الدولة بشكل مطلق بكل تفاصيله. وبالتالي كيف يمكن لشركات تعمل في قطاع الاتصالات أن تجد هامش من الحركة أو من الحرية؟ كيف تقدروا تشتغلوا؟ قطاع الاتصالات من قطاعات كتير كبيرة واللي تضرر بالأزمة بعدة محافظات. في مساحة بسيطة جدا حاليا متاحة لنا كقطاع خاص للاستثمار بخدمات جديدة وبقطاع الاتصالات. ولكن طبعا يجب على يعني على الجهات المسؤولة وعلى شركة سوري للاتصالات والسادة وزارة الاتصالات فسح مجال أكثر ومجال أكبر للشركات الخاصة وللقطاع الخاص للاستثمار وتطوير هاي الخدمة لتوصل بشكل أفضل للمواطن وبأسعار أرخص. بدينا نشهد إجراءات بهذا المجال. بديت رخص أو حقوق جديدة تظهر لشركات خاصة عم يعطينا هيدا خلينا نقول بريق أمل إنه القطاع رح يكبر ورح ينمى ورح يكون في إلنا مجال أو للقطاع الخاص مساحة أكبر فيه. ومن الضروري يكون في مساحة أكبر فيه بسبب الخبرات الموجودة فيه بسبب سهولة وسرعة تنفيذ المشاريع بالقطاع الخاص بسبب تحرره من القوانين والأنظمة أو الروتين خلينا نقول الموجود بالمؤسسات الحكومية أو الإجراءات سياسات والإجراءات موجودة بالقطاع الحكومي لنكون أدق وسهولة استيراد وشراء التقنيات من دول الجوار نحن بحاجتها بالمرحلة الجديدة ونحن بحاجتها بإعادة الإعمار. فأكيد لازم يكون في دور أكبر للقطاع الخاص. نطلب هذا الحكي من وزارة الاتصالات ومن السادة برئاسة الوزارة يفسحوا لنا مجال أكبر. وهيدا الشيء بدأ بشكل حقيقي بس طبعا دائما نحن طموحنا أكبر طبعا. لذلك أكيد رح يكون في له انعكاسات كبيرة على تطوير الخدمات اللي بيقدمها قطاع الاتصالات بسوريا. نعم نعم. طيب حتى بهاي النقطة يعني نحن اليوم عم نحكي على شيء مثلا تعرض للتلف تعرض للضرر. أنت عم تشوف خدمات جديدة وتحدثنا قبل فترة مع حضرتك على موضوع خدمة البث التلفزيوني الرقمي. هذا الموضوع يعني من الصعب تسويقه للمواطن رغم أنه إدراكه أنه يا أخي والله شيء جديد هذا شيء حلو بس بيقول لك أي شيء يا أخي بده يدفعني مصاري بده يحطط لي مصاري أنا بعيد عنه. نفس النقطة كنا عم نحكي فيها بالقطاع الإنشائي. اليوم بسبب الظروف يبحث المواطن عن الأرخص ولا يبحث عن الأجود بكثير من الحالات وهي مشكلة حقيقية. نحن إذا بدنا نأسس اليوم بالقطاع الإنشائي وبدنا نأسس بالقطاع الاتصالات نحن بدنا تقنيات جديدة بدنا نجيب شيء جديد. ما بدنا نرجع نبني مثل ما كنا نبني قبل 40 سنة. ما بدنا نرجع مثلا نعتمد لتقنيات مثلا كنا نعتمدها من 20 أو 15 أو من 20 سنة. بدنا شيء جديد. بس هون النقطة ما عم تتحقق إنه شيء جديد وشيء حديث وخدمات جديدة ولكن ما تكون مرهقة لجيب المواطن. 100% قطاع الاتصالات بيقدم خدمات لكل الشرائح. طبعا الخدمة لازم يقدمها لكاف خلينا نقول البنية التحتية هي ما بتقدر تقدم أي خدمة بعدم وجود بنية تحتية جاهزة بتغطي كامل خريطة الوطن السوري. هيدا الأهم وهيدا المكان اللي يجب الاستثمار فيه حاليا. بعد الانتهاء من بنية تحتية اللي هو اللي حاليا مثل ما حضرتك عم بتقول الشركة السورية للاتصالات هي لديها الحق الحصري بتنفيذ شبكات البنية التحتية. بدأت الشركة السورية بإجراء بعض أو بتعديل بعض القوانين حاليا بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بذلك. فبعد وجود البنية التحتية أكيد هي البنية الأساسية لتقديم خدمات جديدة بقطاع الاتصالات. المواطن أو خلينا نقول الاحتياجات الأدنى للمواطن من قطاع الاتصالات هي الاتصال إن كان اتصال الهاتف الأرضي أو اتصال الهاتف الخليوي أو إن كان استخدام خدمة الإنترنت. هذول الخدمات
أساسية ويجب تأمينها لكل مواطن موجود بسوريا بكل المحافظات وبجودة عالية وبجودة تمكنه من الاستخدام المفيد لهي الخدمة. نعم. خلينا نقول وهي البنية الأساسية لباقي الخدمات، يعني عند تأمين ذلك يمكنك تقديم خدمات لا متناهية من الدفع الإلكتروني لخدمات التلفزيون الاي بي تي في أو خلينا نسميه التلفزيون الرقمي مثل ما حضرتك قلت، وخدمات أخرى لا تعد ولا تحصى. ولكن الواجب الأساسي هلأ تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات بسوريا، إعادتها لجميع المحافظات واللي بجزء منها كبير بدأ يعود، فتح بوابات اتصال الدولية تكون بسعات أكبر بكتير، إيجاد معابر أخرى غير المعبر الكابلات البحرية للاتصال بالشبكة العالمية لسوريا، هي البنية الأساسية لإطلاق كثير من الخدمات بالمستقبل إن شاء الله. نعم نعم نعم. أستاذ ثروت، يعني اليوم إذا نحكي نحن على معرض، أنت عم تطرح شيء هو ليس جديد بمعنى جديد، يعني اليوم مسبق الصنع، بناء مسبق الصنع هو ما أمر جديد، بس اليوم طرحه على مستوى شعبي هو اللي أتوقع اللي لازم يكون أمر جديد. هذا الرهان، وبالتالي الناس اللي عم يجوا لعندكم اليوم عم يسألوكم على هذا الموضوع، إذا جاكم زائر على ما صرنا مجال نحن كونه أول يوم، ما صرنا مجال نجي على الجناح بصفة زائرين لحتى نشوف أنتم كيف عم تسوقوا، يعني اللي عم يجي يسألكم يا أخي شو هذا مسبق الصنع، كيف عم تغروه، كيف عم تقنعوه إقناع واقعي طبعاً أنه مسبق الصنع هو مجدي، هو أفضل، هو أمتن، هو يعني بيحقق كل هاي الأمور، شلون بدنا نسوق هذا الشيء؟ هذا هو الرهان اللي عم نشتغل عليه هلا بالمعرض، أنه نحن نوصل مثل ما تفضلت ليش لعامة الشعب، لعامة الشعب، للإنسان البسيط، للإنسان صاحب المزرعة ولا صاحب البيت، نوصل له أنه بالمسبق الصنع هو أوفر، هو فعلياً أوفر عليه، هو فعلياً دينومة بالبناء أكثر إله، يعني هو المكسبان بالنهاية. فهي الأشياء كلها هي مسبق الصنع عبارة عن، تفضل لك حضرتك أنه يوم أنت عم تقدم منتج تطور عشرات السنين عن المنتج سابقا، فدائما الشركات تسعى للأفضل، تسعى للتوفير، مثل سوريا مثل أي بلد تاني بحاجة أنه دائما بحاجة أنه النهضة العمرانية بالإضافة للتوفير. يعني هلأ عم تقولي حضرتك أنه أنتوا استوردتوا الخبرة الكندية، الماكينات الكندية، نعم، المعدات كندية، أي بس الخبرات سورية. طيب نحن مثل ما كنا نعمر، قلت لك بعدنا بحكي انه كنا نعمر دول الخليج، والشعب السوري شعب خلاق، خبرات سورية، اقصد خبرات سورية كانت مهاجرة، كانت مهاجرة، ورجع نحن عم نجيب الخبرات السورية وعم نجيب تقنيات حديثة. طب هاي التقنية اللي عم تحدثني عنها حضرتك اللي من كندا، هي احدث شيء بقطاع البناء الاشياء هلا، هي على مستوى العالم، على مستوى العالم هي الاحدث هلا، اللي هي منها تنفذ منها تور دبي، وتنفذ اكبر كبرى المشاريع بالعالم، تنفذت على البار على الاسقف، هي الاسقف المجوفه، مسبقه الصب والاجهاد، فهي خبرات، يعني هي الاحدث بالعالم، يعني المصنع الموجود شركه متقدمه موجود بمدينه محافظه السويداء، نعم عذرا منك، هذا مصنع على مستوى رائد، على مستوى اذا ما الاول على مستوى سوريا، المصانع الاولى على مستوى سوريا، ومن المصانع الرائده على مستوى الوطن العربي، يعني حتى دول العالم، دول الوطن العربي ما انا موجوده بال، يعني مقتصره على كم دوله بالخليج بلبنان، يعني دول قليله موجوده هي الهليكور او المسبق الصنع والمجهد. هلا ما كنت افهم انا شلون والله بنبني صاله كبيره او نبني هنجار من دون اعمده، هاي يعني هاي بالنسبه هاي الهليكور عباره عن، هو عباره عن سبات مجوفه مسبق الصب والاجهاد، بتعطينا مجال انه نشتغل نحن مجازات لمسارح بدون اعمده، يعني لحد 20 متر نحن قادرين نحط من المجازة للمجازة، 20 متر مربع من دون عمود، 20 متر طولي، 20 متر طولي بدون اي عمود، بدون اي جائز، منتصف في المنتصف، فتكلفة اقل، وفرة بالحديد، بيلتغي حديد البيتون تماما، ما في حديد، هي عبارة عن كيبلات مشدودة، نعم، وفرة بالشدات المعدنية والشدات الخشبية، هاي هلا بتقصد حضرتك، تقصد حضرتك وفرة مع الزمن، يعني مع الزمن انه بتوفر ولا بنفس اللحظه، بنفس اللحظه اوفر. أيوة. هلا انت عم تستخدم كنت او البناء التقليدي كنا عم نصب السقف بنحط فيه اطنان من الحديد، نعم، هلا التغى الحديد، ما عاد في حديد، كنا نحط عذرا منك، كانت النجار البيطوني يحط الخشب والشدات، نعم، الحديديه والشدات الخشبيه، هي ما عاد في وجود، صرت انت عاد تحط الاعمده، مجرد خلصت الاعمده وممكن تعمل اعمده بريكاست مسبق الصنع، عم تحط الاسقف عليها مباشره، عم تركبها، خلص انتهت العمليه. حلو، عندك فكره استاذ كمي على الموضوع بهيدا القطاع؟ عندي فكره بقطاع البناء طبعا، نعم، التقنيه هي
بظن ما بعرف اسمها العلمي. نعم. بس اكيد عندي فكره عن التقنيات الجديده نعم. المستخدمه بال بابنيه السي ستراكشر، خلينا نقول ابنيه المعدنيه مسبقه الصنع اللي بيتم الاكساء فيها بهيدي المواد اللي حضرتك عم تقول عنها. فيعني فهمنا شو عم نحكي، بس يمكن ما عندي المصطلحات اللي عم يستخدمها الاستاذ. نعم نعم. حتى الحديث عن يعني، وهي نقطه مهمه انا بحب ركز عليها اليوم، على العامل البشري والكادر البشري، انه نحن اليوم نستخدم تقنيات حديثه على مستوى العالم بايدي سوريا. هلا ممكن يكون يعني العامل او التقني الموجود في سوريا يمكن لم يطلع كثيرا على هذه النماذج، فنحن هون نحن بنأكد على أهمية العنصر البشري السوري المهاجر اللي نحن اليوم بحاجته، بحاجة شديدة له، ولازم نعمل على استقطابه الفترة المقبلة. عندك تقنيات عالمية ما في أجمل أنك تستخدمها بإيد بإيد ابن البلد، يعني قديش هذا الشيء يحقق العزة بالنفس حقيقة بالنسبة لسوريا. أحد احتياجات وضرورات إعادة الإعمار بسوريا هو وجود اليد العاملة الفنية القادرة على إعادة الأعمار والمساهمة بدور إعادة الأعمار، وأكيد هذه ضرورة وواجبنا كلياتنا إن كنا مستثمرين أو إن كنا بالقطاع الحكومي أو المسؤولين اللي لتسهيل الإجراءات وفتح وإتاحة الفرص للسوريين المهاجرين بالعودة لسوريا للاستفادة من خبراتهم ومن من من علمهم والاستفادة لإشراكهم بإعادة أعمار الوطن اللي هو بحاجة لكل الأيادي السورية. ما ممكن إعادة أعمار سوريا غير بأيادي كل السوريين. نعم. فأكيد هذا واجبنا كلياتنا إن كنا بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، بدنا تسهيل إجراءات مثل ما حضرتك دائما بتناشد وبتطالب، وبظن هذا مطلب الكل حاليا. نعم. أستاذ ثروت، بالحديث عن اليوم المناطق، بمعنى إنه عم نشوف نحن منشآت تتوزع مناطقيا في سوريا، يعني اليوم مثلا في الجنوب السوري تكون في عنا منشأة كبيرة بس بإعادة الإعمار بقطاع البيتون، بقطاع إنه قديش هذا الشيء ممكن يخدم هالمنطقة، وبنفس الوقت تحدثنا عن خصوصية مثلا محافظة في الجنوب، محافظة السويداء، وتحدثنا سابقا إنه ضرورة وجود ربط سككي، ضرورة وجود سكك حديدية، ضرورة وجود مثلا طرقات تخدم. يا أخي كيف اليوم نحن عم نحكي عن صناعات كبرى ونستقطب صناعات كبرى ويستثمر المستثمرون بأموال بسوريا بمليارات الليرات السورية إذا ما في عنا بنية تحتية اليوم مؤهلة لحتى تشغل هذا الشيء؟ يعني حتى يكون مثلا اللي بده يطلب مثلا مواد بيتونية، أخي بده يطلبها من معمل بجنوب سوريا، ممكن يأخذها بكل سهولة على منطقة الساحلية، ويأخذها على الرقة، أو يأخذها على دير الزور. بحاجة أيضا لهذا الموضوع، أنه يكون الموضوع يعني تشاركي، مو بس أنه والله نحن مناطقيا يعني عملنا معمل بالساحل، عملنا معمل بالجنوب، عملنا معمل بالشمال السوري، معمل بالشمال الشرقي. استاذ ما تفضلت وقلت قبل انه هي عباره عن سلسله، هي الاعمار، هي ثقافه شعب كالانسان البسيط انه يعرف شو الحداثه بالعمار، وثقافه مستثمرين انه يشعر بالاطمئنان انه يجي على سوريا، وثقافه حكومه كمان. نحن ما رح يبني تبني عمل بدون مساعده الحكومه، اذا الدوله ما حطت ايدها معك وقدمت لك التسهيلات وكانت فيها السماحيه بالقوانين، البيروقراطيه الزايده بتاخر العمل وبتاخر بتؤدي لتعرقل كثير من المستثمرين. حاولوا يبلشوا واصطدموا بجدار البيروقراطيه وجدار المعاملات والاوراق القانونيه ولا وبنبرم منهم، فتركوا الموضوع. فالامر هو عباره انه بدك لتنجح عمليه الاعمار او اي استثمار، مش اعمار، اي استثمار على مستوى سوريا، هي بحاجة لكامل المقومات، كامل مقومات التعاون، من حكومة، من شعب، من مستثمرين. حلو. لحتى طيب. والحكومة أحب أفضل حضرتك أن الحكومة يعني على خصوصية المصنع أنه هو جنوب سوريا، أكيد هو مش ليخدم محافظة السويداء، يمكن أقل ضررا كانت على مستوى المحافظات بالحرب الغاشمة، يعني كانت هي محافظة السويداء. فنحن المستثمر اللي عندنا كويس انه نشوف نحن بمحافظه بالاساس كانت ذات طابع زراعي، انه نشوف نحن اليوم استثمارات بمصانع على مستوى عالي، يعني هذا شيء بالضبط. امر مبشر، بس بنفس الوقت نحن بنقول يا اخي لازم يكون انتم يعني لازم تروجوا للشيء اللي عندكم عبر نماذج، مثلا انه مثلا تبنوا قريه، تبنوا مدينه، تبنوا مثلا مجموعه من البيوت، لنشوف الناس يا اخي ليكوا التجربه، ليكوا تعشوفوا عنا مثلا مجموعه من النماذج صالحه للسكن. هي التجربه هلا موجوده بالسويدة مثلا، هلا نحن وجودنا بالمعرض هاي لنفتح افاق شغل لبرا، لنفتح افاق شغل للمحافظات،
هي من احدى ميزات المعرض، انه انا بفتحني عم يفتح مجال شركتي لسوريا كلها. انا ما عاد بلتقي بابن السويدة لحالي لاشرح له عن، اذا بدي اشرح له ابن السويدة قادر يروح عندي على المصنع واشرح له بالمصنع. هاي النقطة استاذ كومي، نحن اليوم يعني وقت اللي نحن عم نعرض نماذج، انه اليوم حتى تسوق فكرة مشروع معين انت بحاجة انه يكون عندك نموذج يعني تعمل على اشهاره، حتى نقول يا اخي انه تعالوا شوفوا ليكوا هالمثلا، ليكوا عنا هالمشروع هذا، قديش هذا المشروع مهم، قديش هذا المشروع مثلا استخدمنا فيه تقنيات جميلة، قديش عملنا فيه مثلا شيء على مستوى عالي. فكقطاع اتصالات بالنسبة لكم كشركة في قطاع الاتصالات، عنا نموذج بالفعل ممكن نقول للناس تعالوا شوفوا شو اشتغلنا، تعالوا شوفوا شو عملنا. طبعا اي منتج بحاجة لتسويقه ان كان بقطاع البناء او بقطاع الاتصالات لازم توصل شرح كامل وكافي للمستخدم النهائي او للمشتري عن الخدمات او الوفر او الخدمات او القيمة المضافة اللي بيحصل عليها عن شراء هذا المنتج، ان كان بقطاع الاتصالات او بقطاع البناء. يعني بقصد تفرجي نموذج، يعني ما بكفي انك تشرح له عن اهمية التقنية. طبعا 100% يعني حتى مثلا بالمحل اللي بتروم عنده مصنع الالبسة، انت بتصعد تطلب مواصفات بس عنده مسطرة بالنهاية بفرجيك اياها بقول لك مثل هي 100%. أي نموذج تفرجيه. المعارض بتساعد بهذا الدور بكل بعدد كبير من المهن، التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي. اذا كان بقطاع البناء طبعا يجب ايجاد نماذج او تنفيذ نماذج بالمعارض او بالمحافظات الاخرى لنقل هاي التقنيه. مفيد كثير ينعمل دورات او تريننج او سيمينار للمهندسين، للاشخاص اللي عندهم مشاريع مهمه، ليقدروا يعرفوا الميزات تبع هذه التقنيات ويطلعوا اكثر على انتاج المعامل تقدروا يسوقوا مشروعهم. وبظن هذا اللي عم يعملوه. انا مجرد وجودهم بالمعرض هو معناته هنن عم بيقوموا بهذا الدور تقدروا ينشروا الثقافه، نعم، استخدام هذه التقنيات وينشروا ويعرضوا المنتجات اللي هنن بيصنعوها. نعم بقطاعكم كيف 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 100% كمان نحن نستخدم المعرض كاحد منصات لذلك، بما انه بمجال الاتصالات نستخدم منصات التواصل الاجتماعي. يعني بقسم جناحكم بالمعرض شو عم تعرضوا؟ كل خدماتنا، ان كانت خدمات الاي بي تي في، خدمات الانترنت، خدمات الاتصال الفضائي، خدمات السيرفيليانس سيستم واجهزة المراقبة، عرضينا بشكل كامل وعم نوزع فلايرات فيها شرح كامل وبيقدر المستخدم النهائي يشوف التقنية كيف تشتغل. نعم. شو ميزاتها، يطلع على اسعارها. طبعا هلا كويس انتم لسه مجال المنافسة ساعته ضعيف اتوقع بهذا المجال، ما هيك؟ يعني في تفرد اكبر، الشركات عم تقدم منتجات جديده، لسه ما في مزاحمه عليها. سوق كثير كبير، انا بتمنى بالعكس. سوق كبير بس لسه ما في ناس عم تشتغل. تمام، وجود شركات اكبر بيساعدوك، بيكون في لهم الدور بنشر هي الثقافه وبالشرح، ودائما بيتميز وبيبقى وبينتشر الافضل واللي عم بيقدم الجوده الاعلى. يعني معقول هلا عم تدعي للشركات اللي بتستثمر بالقطاع؟ القطاع كثير كبير بالعكس، يعني بعرف بالعاده انه الواحد بيصير بيتمنى انه يكون هو متفرد بشيء، ما بده حدا يجي ينافسه. هي القطاعات كثير كبيره، وسوريا بحاجه لعده شركات ولمئات الشركات بقطاع الاتصالات وبقطاعات اخرى. فبالعكس انا بدعي اي حدا عنده الخبره او عنده القدرة على الاستثمار بهذا المجال ليكون شريك أساسي معنا، ونتبادل الأدوار، نتبادل الخبرات، ونقدر نكمل بعضنا للوصول فعلاً أولاً لنشر هذه الثقافة ونشر الخبرة، خلينا نقول الأفكار الجديدة وإيصالها للمستخدم النهائي. وبالنهاية بيبقى المتميز، بيبقى الناجح، بيبقى اللي عم بيقدم خدمة وجودة بشكل أكبر. فبالعكس قطاع كتير كبير وبساعة شركات اكثر بكثير من الموجوده. نعم. حاليا بالسوق السوري. نعم، هاي الفكره مهمه اللي عم يحكي فيها الاستاذ كومي، استاذ ثروت، انه ال- 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 الخوف من المنافسه، انه القوي واللي متمكن من الشيء اللي عم يقدمه ما بيخاف من المنافسه، بالعكس هذا التنافس يشجع على التطور، يشجع على التطوير، يشجع على الابتكار اكثر، ويشجع على تقديم دائما الجوده الافضل. وقت يكون السوق مزدحم بتقديم منتج ما، يعني هذا شيء جيد. هذا ما بتخافوا من المنافسة بالموضوع؟ ما بتصور. هلا حكى الأستاذ كومي إنه سوريا ما بحاجة لشركة، ولا راح شركة ولا شركتين ولا مئات الشركات راح تقدر تكفي عمار سوريا. أول شيء وجود المنافسة، يعني وجود تحدي بخليك تعطي الأفضل. نحن بالأساس بدنا نحصل الأفضل لسوريا. نعم. فإذا تنافس شركات أكثر من شركة بتنافس بالعمران وبالحداثة وبالتطور وبالمهارات وبالخبرات وبالأسعار، هذا الشيء يعني عم تحصل أنت على الأفضل. فأكيد البقاء الأفضل. نعم. أكيد البقاء. بكل أحوال أنا بتمنى بالفترة المقبلة إنه بالفعل نطلع على هاي النقطة بالذات، إنه كيف يمكن للمنتج
مسبق الصنع بالتحديد بمجال مسبق الصنع انه يكون ارخص. انا بصراحه ماني مقتنع انه أنا ارخص، ولكن لا انا بقدر بدي اشوف هذا الشيء. انا بقدر لو الوقت بيسمح بقدر بحكي لحضرتك انه نعم. بالتفاصيل وبالارقام انه هو عباره بكل بساطه بكل بساطه، وانا مسؤول عن كلماتي هاي، انه في مفرد ل 30 ل 40% من 30 ل 40% عن البناء التقليدي العادي. نعم. وفرة مادية والوقت مدة الإنجاز وفرة زمنية عم تحكي عن 50% من الوقت مدة الإنجاز كلفة أستاذ زاري. يعني أنت قادر تنشئ مبنى كامل قادر تنشئه خلال شهر قادر. وفرة مادية 30-40%، وفرة زمنية 50% أكيد. أما إذا بيجي على المواصفات الفنية فحدث بلا حرج. نعم. من ناحية العزل، من ناحية المقاومة للحرائق، من ناحية السهوله بالتعامل. هلا بكل الاحوال اتوقع انه من خلال هذا المعرض راح نطلع اكثر نحن من خلال لقاءاتنا الفتره المقبله على كل العاملين بهالقطاع، سواء كان القطاع الانشائي او قطاع الاتصالات او حتى قطاعات مثلا التجاريه تبع الاستيراد والتصدير والاشياء. يعني المعرض غني 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 بهالافكار. كلمه اخيره استاذ كوبي. شكرا جزيلا لكم لقناه سما. المعرض السنه اجمل بكثير من السنه الماضيه، التنظيم احسن من السنه الماضيه، ان شاء الله تزيد عدد المعارض المتخصصه لانه هي كمان بتفتح لنا افق اكبر. نتمنى من الاجراءات الحكوميه لمساعده القطاع الخاص للدخول الى قطاع الاتصالات وباقي القطاعات. سوريا بدها مثل ما حكينا ايادي كل السوريين. نعم. تسهيل الاجراءات لعوده السوريين. نعم. او منحهم الفرص الكافيه ليعودوا بشكل اسرع. هن رح يرجعوا بس ليرجعوا بشكل اسرع ان شاء الله. وهيدا وشكرا جزيلا ان شاء الله. شكرا استاذ كومي هلال المشرف بقطاع الاتصالات، وشكرا لاستاذ ثروت كرباج الخبير في قطاع الانشاءات. شكرا لك. الله يسلمك. خليك شكرا. وشكرا للساده المشاهدين، هذا هو اليوم الاول او هو الثاني فعليا في المعرض، ولكنه الاول للمعرض كاستقبال الزوار وللاجنحه المفتوحه. سنكون معكم كل يوم من معرض دمشق الدولي حتى نطلع على الكثير من التجارب وماذا يقدم هذا المعرض، وما هي الخبرات التي يمكن بالفعل أن تتبادلها الشركات السورية مع الشركات الأخرى عبر معرض دمشق الدولي. هذه تحية لكم من المعرض ومن فريق قناة سما ومن نزار الفرا. إلى اللقاء.